فيديو للراحل عصام عبد الله قبل وفاته مؤثر جداً، ومحبوه ينعونه بكلمات مبكية: يا بطل. حزن كبير يعيشه لبنان اليوم والصحفيين اللبنانيين بعد رحيل زميلهم عصام عبد الله أمس إثر إصابته بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمعاً للصحفيين في بلدة علم الشعب جنوب لبنان. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور ومقاطع الفيديو المؤلمة للحظات الأولى للاستهداف، لا سيما وأن عدد من الصحفيين كانوا في بث مباشر خلاله. من جهته كان الزميل الراحل قد اختار طريقة أخرى ليودع محبيه، إذ نشر قبل ساعات صورة على طريقة السيلفي له، ظهر فيها وهو يرتدي الخوذة والسترة الواقية، ووضع علامة تؤكد وجوده في بلدة علم الشعب. كما نشر بعدها مقطع فيديو قصير عبر القصص المصورة على إنستغرام، وعلق على حسابه عبر منصة إكس، وثق من خلاله اللحظات الأخيرة له في منطقة العديسة، حيث كانت لا تزال الضربات الإسرائيلية لم تطالهم. وكتب عصام في تعليق على الفيديو: قصف في محيط علم الشعب جنوب لبنان. أنا عدد كبير من زملاء الراحل وأحبائه واللبنانيين عموماً عصام من خلال تعليقات مؤثرة تركوها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في بعضها: شهيد الصحافة وشهيد لبنان، والله يرحمك وينعم عليك بالراحة الأبدية ويمنح السند والعزاء لأهلك وأحبائك، والله يرحمك يا حبيب يا عمري، أنت يا أحلى صديق وأحلى إنسان، الله يرحمك، والله يرحمك قلبي مع عائلتك. وصحفي آخر ارتفع بوطننا، هذه المرة لم تنهى حياة الصحفي بكاتم صوت ولا بعبوة مزروعة على طريقه، هذه المرة من ينهي حياة الصحفيين في وطننا بكاتم صوت استدرج زملائه أصحاب الرصاص الصاخب لينتصر هو وينتصر زملاؤه ونخسر نحن عصام عبد الله. من جهة أخرى نشر أهل عصام تفاصيل الدفن والعزاء، حيث سيتم تشييع جثمان الراحل في بلدته الخيام اليوم، في حين تقبل التعازي يومي الأحد والاثنين في بيروت.